وحضراتكم كنتوا قاعدين مع انفنتينو بعد نهايه البطوله علشان ان شاء الله يعني ابو ظبي تستضيف البطوله القادمه. لا هذا هذا في لقاء تلفزيوني كان كابتن وسام. لقاء تلفزيوني على الهواء. على الهواء. لقاء تلفزيوني شكر ابو ظبي. وابو ظبي وان ابو ظبي على على احنا مستعدين ان ابو ظبي تنظم هذه هذا الحدث النسخ القادمه. هل تطرق انفنتينو لنظام البطوله؟ ممكن نظام البطوله يكون اكثر عداله شويه وممكن يتغير. نعم. مع البطوله. نعم. القادمه. هو تحدث عن 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 زياده عدد الفرق المشاركه. زياده عدد الفرق المشاركه. واتصور المهندس خالد مرتجي وكابتن سيد عبد الحفيظ في اخر اجتماع فني مع الفيفا تطرقوا لكل الموضوع، خاصه النقطه اللي انت تتكلم عنها موضوع العداله. يعني في كل شيء الموضوع غير عادل. يعني ابتداء الاهلي في المباراه الاخيره كان يعني في لاعب مطرود من عنده، بينما لو فريقين ورا بعض، بينما فريق بالميراس اول مباراه يلعبها بياخذ انذار بيلعب المباراه القادمه لاعب لاعبين. ما فيهاش عداله شوي. ما في عداله في كل شيء. ما في عداله يعني ما في عداله في كل النواحي. يعني